ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. واسهل طريقه لتركيب سوسته السبوت الليد، يعني عندنا اول ما فتحنا السبوت ده بالشكل ده كده بنفك دول، طبعا الاثنين دول بيكونوا داخلين بالشكل ده او ممكن يكونوا منفردين لوحدهم. طب نركز شويه، السوسته ديت عندنا بالشكل ده عشان تركبها بيكون الناحيه ديت المفروض بتكون كده. طب السوسته ديت عشان نركبها هنفك اول حاجه الناحيه دي كده بالشكل ده، وهندخلها هنا، هندخلها كده، وبعدها هنلف ديت كده بحيث ان نصنع ناحيه الحديده ديت، الحديده تتزن هنا كده بالشكل ده، وبعدها بندخل نضغط كده نركبها هنا، وبعدها بنركب المكان ده كده بالشكل ده كده، بيبقى سهل، اسهل طريقه لينا. طب الناحيه الثانيه برضه بتكون نفس النظام، بنركبها بالشكل ده، بس قلنا اول حاجه نفك ديت عشان تكون طبعا الكليبس يعني السبوت بتاعنا ماسك، ويكون ماسك جامد وما يخلعش مننا بعد كده، وهو بالشكل ده بنضغط عليه بندخلها من مكان المجرى بتاعت السوسته بالشكل ده، بيكون اسهل طريقه اركب بيها السبوت السوسته السبوت. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم. هذا هو الفيديو، ما تنسوش تدعمونا بالاعجاب والفيديو واشتراك في القناه، تفعل زر الجرس ليصل كل جديد. سلام.